نتوجه بعد كده للخبر التالي مشاهدينا. الخبر عنوانه بيقول محلب يجدد او بيقول يجب توحيد كلمه العرب لمواجهه الارهاب الاسود. قال المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ان الانسان الحر هو اساس المجتمع المتحضر الديمقراطي، ولا يمكن تحقيق الحمايه الاجتماعيه له الا من خلال حمايه حقوقه وحرياته. أيضا أكد محلب في كلمته خلال افتتاحه أعمال المكتب الدائم للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، الكلام ده كان النهاردة يوم الخميس، على أهمية دور المحامين العرب في توحيد كلمة الأمة العربية وحقوقها في مواجهة الإرهاب الأسود الذي بات خطرا يهدد الأمة العربية وشعوبها، مستنكرا المذابح التي تطال مسيحيين ومسلمين في أماكن متفرقة من عالمنا لمجرد انتمائهم لمذهب ديني مختلف. وأضاف أن مهنة المحاماة شرعت للدفاع عن الحقوق والحريات وحمايتها، موضحا أهمية دور المحامين في الدفاع عن الحق باعتبارهم يعني هم من هم المنوطين بهذه الجزئية. أيضا لدينا دلوقتي على تليفون مشاهدينا الكرام أستاذ عبد الفتاح حامد رئيس منظمة الشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان وعضو اتحاد المحامين العرب. برحب بيك أستاذ عبد الفتاح. أهلا بيك. إحنا عايزين نركز على الكلمة اللي قالها مهندس إبراهيم محلب، وهو حينما بيقول أن يجب توحيد كلمة العرب لمواجهة الإرهاب الأسود وتركيزه على أن القضاء والمحاميين وهذا المجال يستطيع أن يلعب أيضا دور كبير فيما يخص عملية توحيد العرب وتوحيد كلمتهم وأيضا توحيد الجهود في مواجهة الإرهاب. عايزة أسمع من حضرتك يا فندم فيما يخص بقى الدور اللي بيلعبه دلوقتي اتحاد المحامين العرب اللي حضرتك بتنتمي ليه. طبعا حضور رئيس الوزراء لاجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب ده بالطبع فخر للمحامين، مش حول المحامين المصريين فقط لكن المحامين العرب، وده دفعه كبيره للمحامين ان اتجاه الدوله في الفتره القادمه ان هو لدعم الحقوق والحريات، وده احنا شايفينه في الانجازات وفي التوجهات وفي جميع الانجازات او الخطوات اللي تخطوها الدوله. احنا شايفين بالطبع ان اتحاد المحامين العرب احنا كمحامين من انتمائنا ليه حتى من ايام ما كنا شباب وتحركنا معاه في اماكن كثيره، كان علمنا ايه هي القوميه العربيه الوطنيه، ازاي نتحرك، ازاي نشوف ندافع عن حقوق الحريات حتى مش في بلدنا مصر لكن في الوطن العربي كمان. اتحركنا رحنا في سوريا كان دعم الشعب السوري، اتحركنا قبل كده في بعض ورش العمل كمان اللي جمعتنا مع محامين من جميع الدول العربيه. كمان اهتم كمان اتحاد المحامين العرب في الدفاع عن حقوق الحريات في تطوير التشريعات الخاصه في الوطن العربي. في بالطبع احنا شفنا حتى في الدساتير اللي هي موجوده بالطبع كان اتحاد المحامين العرب كان له دور كبير جدا في الدفاع عنها في الوفود اللي كانت قبل كده في الدفاع عن بعض القضايا المصريه. بالاضافه الى بعض القضايا العربيه اللي اتحرك فيها سواء كان عن طريق وفود يعني مع بعض المحامين المنتدبين عنه في الدفاع عن بعض القضايا العربيه او قضايا الوطن العربي. ده كله ادى الى الاهتمام حتى ببعض القضايا الخاصه في بعض الدول سواء انتهاكات او تجاوزات كان على بعض المواطنين. كل ده ادى حتى من بدايه وجودنا في اتحاد المحامين العرب وتحركنا كشباب من للمحامين ان هو اتحرك معانا وعلمنا ايه هي الحقوق والحريات، ايه معنى ان انا اتحرك او ان انا اتفانى في الدفاع عن حق من ضمن بعض الحقوق اللي احنا شفناها كانت للشعب الفلسطيني، في شفنا في غزه الانتهاكات الموجوده، بعض القضايا لبعض الاسرى. ده مهم جدا لدور اتحاد المحامين العرب. بالاضافه الى كمان دوره في التدريب وورش العمل اللي احنا حضرناها في حاجات كتير عن التحكيم في بعض البلاد العربيه. ده برضو دور مهم قوي استاذ عبد الفتاح حامد، يعني عمليه التدريب هو من الادوار المهمه جدا اللي احنا بننتظر بقى كل هذه الاتحادات. احنا عندنا اتحادات في مجالات مختلفه، ويمكن كلامنا دلوقتي عن اتحاد المحامين العرب احنا بننتظر منه كثير عن ادوار كبيره، التحكيم عن يعني مجموعه احنا طلعنا كشباب لاتحاد المحامين العرب ان احنا اتحركنا وكان لنا وجود. ده كله ادى الى وجود
تأمين أو وجود خبرات قدرت تتحرك أو إنها تدافع عن حقوق زي ما شفنا حقوق المرأة الاجتماعات اللي كانت موجودة في بعض البلدان في تعديل تشريعات في النضال في لوجود ضمانات للمحامي في الدفاع عن موكله في الحقيقة أنتوا لكم دور كبير. أستاذ عبد الفتاح حامد رئيس منظمة الشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان وعضو اتحاد المحامين العرب لكم دور كبير جدا في حفاظ على حقوق المواطنين، حقوق المرأة، حقوق الأقليات، حقوق المهمشين، كل هذه الأمور أنتم لكم فيها دور كبير وبنستنى إن شاء الله أن احنا نشوف إسهاماتكم بطريقة أكثر فاعلية لأن احنا بننتظر الكثير جدا من كل اتحاد بيعمل، من كل منظمة تعمل، احنا محتاجين كل هذا العمل أن ينطلق لأفاق أرحب. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الفتاح حامد رئيس منظمة الشرق الأوسط لسلام وحقوق الإنسان وعضو اتحاد المحامين العرب.